أن الإنسان إذا تخلى عن الهداية الربانية ينحط في معيار الإنسانية حتى يفقد إنسانيته بالكامل. والذي نراه في العالم الغربي الآن، يعني الشواذ، أنا رأيتم والله في سان فرانسيسكو يعني في أوضاع لا تليق بالحيوانات، لا تليق، في يعني مظاهرة تملأ الشوارع لهؤلاء الشواذ في سيارات مكشوفة، يعني يكشفون عن عوراتهم التي يستحي الحيوان من كشفها. فماذا تتوقع من أمثال هؤلاء وهم الذين يهيمنون على العلم الغربي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم من يفعل بفعل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، يعني الجزاء هو القتل حقيقة، حتى لا تتفشى هذه الرذيلة في المجتمعات الإنسانية. الغرب يحاول فرض قيمه الهابطة على العالم الإسلامي، لأنهم يدركون على أن الإسلام هو أسرع الأديان انتشارا في عالم اليوم، وإذا تركوا الأمور تسير بمعدلاتها الحالية سيتحول الغرب كله إن شاء الله إلى أمة مسلمة، وهذا ما لا يرضون به على الإطلاق.